الدايتونيك سكيل اللي هم السلالم الكنسية، أولهم الميجر اللي هو بيعادل اليونيون، اللي هو اللي يعادل عندنا العجم، اللي هو دو ري مي فا سول لا سي دو دو سي لا سول فا مي ري دو. لو رحنا للري بقى اسمه مقام دوريان، ري مي فا سول لا سي مي كار دو ري ري دو سي لا سول فا مي ري. والمقام ده هيجوز لينا استخدام السي بيمول في حدود ضيقه جدا، يعني في تصرفات معينه لما اروح للهارموني، يعني اقدر اقول ري دو سي لا سول فا مي ري، بس لو استمريت على السي بيمول على طول هيغيروا لشخصيه الري ماينر، عشان كده يقول لك استخدمه مره ولا مرتين. اوكي طيب نروح للمي، مي فا سول لا سي دو ري مي مي ري دو سي لا سول فا مي، وده كان مقام الفريجيان اللي هو يعادل عندنا مقام الكورد. لو رحنا للفا هيبقى فا سول لا سي دو ري مي فا فا مي ري دو سي لا سول فا، ده مقام الليديان. وفي مقام الليديان في أضيق الحدود برضو نقدر نستخدم السي بيمول، فا سول لا سي لا سي دو ري مي فا مي ري دو سي لا سول فا، بس ده يبقى في أضيق الحدود، لأن لو استخدمت السي بيمول على طول هيحوله لشخصية الفا ميجر، يبقى احنا ايه في أضيق الحدود هنستخدم السي بيمول. نروح بعد كده للسول، سول لا سي دو ري مي فا سول سول فا مي ري دو سي لا سول، ده مقام الميكسوليديان. مقام الميكسوليديان في أضيق الحدود برضه هنستخدم الفا دييز، ومش على طول عشان خاطر ما يديش شخصية السول ميجر. اوكي طيب نروح اللي بعد كده لله، لا سي دو ري مي فا سول لا لا سول فا مي ري دو سي لا، اللي هو اليوليان واللي يعادل عندنا الماينر. اوكي اخر سلم اللي هو من السي، سي دو ري مي فا سول لا سي سي لا سول فا مي ري دو سي، اللي هو اللوكيريان، وده في اوروبا لاغيينه عشان مشكله ان تالف الاساسي بتاعه بيحتوي على خمسه ناقصه، يعني سي ري فا ري سي ري فا ده بيدي خمسه ناقصه. اوكي طيب نيجي بقى الناحيه الهارمونيه، في الايونيان اللي هو الميجر هنلاقي ان الاولى بتاعته التالفات الاساسيه، احنا دايما بنقول الاولى والرابعه والخامسه، هنلاقي الاولى ميجر والرابعه ميجر فا والخامسه ميجر اللي هي سول، ويقف على دو. لما نيجي نعمل القفله التامه اللي هي اولى رابعة خمسة أولى، جاي متوافق جدا ما فيهوش مشكلة. نروح لسلم دوريان اللي هو من الري، لما نيجي نقول الأولى بتاعته ري، لما نيجي نروح للسول بتاعته هنلاقيها سول ميجر، ما اديتش شخصية الماينر بنفس الري، فهنا عشان كده بيقول يجوز إن احنا نحول من سي بي كار إلى سي بي مول، فعاملين الأولى ري ماينر ونروح للسول نعملها ماينر، بدل ما كانت ميجر هتبقى ماينر. اوكي وبعدين الخمسه بتاعته المفروض ان هي لا ماينر، هنا يجوز لينا ويفضل لينا في القفلات ان احنا نستعيد من اللا ماينر، نحط دو دييز، يعني نرفع حساس، نعمل حاجه اسمها حساس كبير علشان نحصر نغمه ري اللي هي اساس السلم ما بين الدو والمي عشان تبقى واحد ونص. دايما قلنا ما بين الاساس اهو السبعه والثانيه لابد ان هي تكون واحد ونص تون، عشان كده هنستخدم اللا ميجر في القفله. يبقى احنا في السلم ده عملنا تحويلتين، هو ري ماينر خفضنا الرابعه بتاعته لسول ماينر، ورفعنا الخمسه بتاعته للا ميجر علشان نعمل القفله التامه. ده بالنسبة للدوريان. نروح بقى للفريجيان اللي هو مي، الأولى بتاعته مي ماينر جميلة، واللا الرابعة بتاعته لا ماينر برضو جميلة، الخامسة بتاعته دي منش اللي هي سي ري فا ري ري دا لا. هنا المي محصورة اللي هو أساس السلم محصور ما بين الري والفا، فأصبح تآلف الدرجة السابعة هو الأساسي وليس الخامسة، تألف الخمسة كان ديمينش يعني الخمسة بتاعته ناقصة، فعشان كده هنستعيد بتألف الدرجة الخمسة بداله بتألف الدرجة السابعة علشان يكون هو الأساس بدل الخمسة. ليه؟ علشان هو بيحتوي على ري فا اللي هتفعل مي اللي هو دول، فيبقى الناتج عندي أولى ماينر مي ماينر، الرابعة لا ماينر، والسابعة ري ماينر، اصبح ده تعرفات كلها ماينر.
وده السلم الوحيد اللي في الموضوع ده، ان تنفاته الاساسيه كلها ماينر، الاولى ماينر والرابعه ماينر والسابعه ماينر ويقف كده. وده ليه شخصيه، وقلنا في الهارموني ده في السبانيش كورد ليه اللي هي المتوازيات دي هم بيحبوها ان انا اعمل التدرج ده. طيب نروح بعد كده للليديان اللي هو فا ميجر، الاولى بتاعته فا ميجر، الرابعه بتاعته اللي هي السي، المفروض ان هي سي ري فا ديمش، فما ينفعش. فهنا اصبح نستعيد بين السي بي كار وعاملها سي بي مول، فيديني الرابعه بتاعتي سي بي مول ميجر. يبقى انا عندي الاولى ميجر فا ميجر، والرابعه سي بي مول ميجر، والخامسه بتاعتي دو ميجر عاديه اصلا اساسا يعني. فلما اجي اعمله بقى تعرف اعمل ايه، عشان كده استخدمنا في الرابعة اللي خفضناها. اوكي طيب نروح بعد كده للميكسوليديان. الميكسوليديان اللي بيبدأ من سول، الاولى بتاعته ميجر والرابعة بتاعته ميجر، مفيش مشكلة. عندي الخامسة بقى ماينر اللي هي ري فا، صح ري فا بكار ولا. فهنا في الحتة دي في الميكسوليديان يجوز لي ان انا ارفع الحساس فا ديز، فاستخدم الري ميجر بدل الري ماينر عشان اعمل حساس كبير، نفس العله اللي كانت قابلتني في الدوريان. فيبقى هنا هقول سول ميجر دو ميجر، بروح للري ميجر واقفل على سول. يبقى ده بالنسبه للميكسوليديان. نروح لليوليان اللي هو من اللا، الاولى بتاعته لا ماينر مفيهاش مشكلة، والرابعة بتاعته ري ماينر برضه مفيهاش مشكلة، الخامسة هي اللي فيها مشكلة. الخامسة بتاعته مي سول سي تألف ماينر، مي سول سي مي سول سي، هيغيروا من السول دي هيخليها سول ديز عشان يعمل تألف كبير، بدل ما هو صغير يبقى احنا هنستخدم الأولى لا ماينر، الرابعة ري ماينر، الخامسة بدل ما هي مي ماينر هيبقى مي ميجر. عشان كده حتى احنا في الماينر بنقول لما نيجي نهارمن هما تلاتة طبيعي هارموني ميلودي، في الهارمونيات دايما نستخدم السلم الهارموني. يبقى احنا هنقول اولى لا ماينر، رابعة ري ماينر، خمسة مي ميجر. ودول الست مقامات اللي احنا اشتغل عليهم. اللوكريان قلنا ملغي عشان اساسه اصلا الاولى بتاعته سي ديمليش، يا اما اعمل استعاده للسول فاصبح خد شخصيه السول ميجر، بس هم دول اللي احنا عايزين نقوله.